نشوف الفونكشن كيفاش كتكتب. اول حاجه قلنا هي الفونكشن كيورد اي الفونكشن نيم. بالنسبه لينا حنا بغينا نديرو الجمع ديال جوج ديال الارقام، دونك غندير اد تو نمبرز. خدمت بكامل كيس. شنو كنعني بكامل كيس؟ كامل كيس هي مثلا ما كتبغيش تكري واحد الفاريبل بحال هاد تو نمبرز، يعني لا بارتيانيا ديال الفاريبل ديالك كدير ليه هاد الماجيسكول، اوكي كتسمى الكامل كيس. يعني انا بالنسبه لي هنا كنفضل نخدم كامل كيس في الفانكشن نيمز. كاين اللي مثلا غادي يجي هنايا يخليها ان مينيسكول ودير اندرسكور، اوكي. مي بالنسبه لي انا كنخدم بالكامل كيس. افتر خاصك دير البرانتيزيس، اي من بعد تحل كوري بريسز. اشنو بغيت ندير انا او نيفو ديال البروغرام ديالي؟ بغيت ندير الجمع ديال جوج ديال الارقام. جوج ديال الارقام هو ان 1 اللي غنديرهم بارامترز، تقدر دير ان 1 ولا نمبر 1 اللي بغيتي، و ان 2. اوكي دونك عندي هنا البارامترز. اشنو بغيت الفانكشن دير اكزاكتلي؟ بغيتها اجوتي هاد ان 1 و ان 2. دونك غندير واحد الريتيرن باش تبشرني لي هاد الفاليو، لان الا ما درتهاش غيكون ما غاديش تبشرني لي هاد الفانكشن والو. دونك غندير ريتيرن ستيتمنت ان بعد غندير ان 1 بلس ان 2. كرييت الفانكشن ديال، دونك هادي كتسمى فانكشن كرييشن. كيف ما قلت لكم الا مشيت تا بغيت ناكسيدي هنايا اد تو نمبرز ما عطاني والو. علاش؟ لانني هنا حاولت ناكسيدي غير السينتاكس ديالها. نشوف هاد اوتبوت كيف ما كتشوفوا هنايا ما عطاتني حتى شي ريزولت. اوكي دونك إلا بغيت ناكسيدي انا الفاليو ديال هاد اد تو نمبرز نخلي كونسول لوك ونحل البارانتيزيس. ولكن لحد الان باقي الفانكشن ديالي ما عطيتش هاد تو بارامترز لانها كدير الكالكول ديال ان 1 و ان 2. غادي نخدم كوكا ستارت كيورنت فايل، اي من بعد غادي نجيب داك 1 وندير 2. دونك هاد 1 غادي تبارامتر مع ان 1، هاد 2 غادي تبارامتر مع ان 2. اي كيف ما كتشوفوا عطاتني ريزولت اللي هي 3. اوكي الا بغيت ندير مثلا نمبر واحد اخر 14 ان 3 غتعطيني 17. دونك هاد اد تو نمبرز هي عطيتها هاد 14 كيف ما قلت كتمابر مع البارامتر الاول، وهاد 3 كتمابر مع البارامتر الثاني. نقدر نشد هاد الفاليو اللي هي ديال هاد الفانكشن، لانه اون جينيرال دابا هاد اد تو نمبرز وهاد 14 و 3 درت اكزيكيوتين ذا فانكشن كولين ات، اور هذا يعني درت ليها انفوكين ذا فانكشن كيف ما قلنا في الدرس اللي فات. اوكي دابا الا بغيت مثلا ستوكي هاد الفاليو بالنسبه لواحد الفاريبل نقدر ندير هنا واحد const result ونعطيها كفاليو. نساو هاد الكونست لانكم غادي تفهموا كيفاش كتفونكسيون في ECMAScript 6. ملي غادي نجي هنايا وندير console log result وغتعطيني الفاليو، لان هاد الريتيرن هاد الفاليو ديال اد تو نمبر ولات اكسبريشن ولات فاليو في هاد الكا اللي هي 17. بغيت نشونجي مثلا اللوجيك، بغيت ندير مثلا subtraction تو نمبرز، ندير sub مثلا ونحيد هاد بلاس ندير بلاس تو موان. اي دابا هاد تو نمبرز ما كايناش دونك خاصني نشونجي هادي. اي دابا دار لي سبتراكشن، دونك 14 ناقص 3 عطاتني 11. باش ندير واحد الخلاصه ديال هادشي اللي هضرنا عليه، خاصني الفانكشن كيورد، خاصني الفانكشن نيم، البارامترز، اي نفاتورني اشنو بغيت فريمون ندير اونيفو ديال الفانكشن ديالي، وسط هاد الكوري بريسز لانه كيتعتبر في الباري ديال الفانكشن. نقدر مثلا نحيد من هاد الفانكشن البارامترز، نمشي ل ان 1 و ان 2 وغادي نجي وندير هنايا فاليوز مثلا 14 وندير 3 دايركتلي، يعني اوتوماتيكمون ما بقاش محتاج لي بارامتر. دونك sub to numbers عطاتني 11، ولكن انا وليت كندير values وسط الفانكشن، دونك هادي كتعتبر functions with no parameters. نشوفو دابا كواحد اخر ديال واحد الفانكشن اللي ما كتبشرني والو، يعني ما فيهاش return the keyword. دونك غنمشي هنا وغندير function وغنسميها say hi، اي غادي نعطيها واحد parameter full name. دونك فيما نعطيها واحد name غتقول ليها hi مثلا مهدي. اي غندير console log audio ديال return، ما غاديش نخدم بالreturn keyword، غنخدم بالstring interpolation وغنشوفو كيفاش كيخدمو في ECMAScript 6. اي من بعد غندير full name اللي هو parameter. اوكي full name. دونك الا عيطت على الفانكشن ديالي هنا say hi وعطيت مثلا هنا مهدي، كيف ما كتشوفوا عطاني هاي مهدي، ولكن افيشيها لي وسط الفانكشن. باغ كونتر الا جيت هنايا وبغيت ندير مثلا const message ونستوكي هادشي اونيفو ديال واحد الفاريبل وندير واحد console log message، ما عطاني والو undefined. علاش؟ لانها ما كتبغيش واحد الفاليو. الا بغيتيها تبغيشوني واحد الفاليو خصني نخدم بهذا الريتيرن كيورد، يعني في هذا الكا خصني ندير return نحيد هاد البارانتيزيس من هنا. كيف ما كتشوفوا هنا ستوك لي هاد سترينغ اللي هو هاي ميد. باغ كونتر الا حيدت الريتيرن كيورد كتولي ما كتبغيشوني هاد الفانكشن والو. دونك ديروا ديما اتونسيون على الفانكشن خاصها تبغيشوني واحد الفاليو. باغ كونتر الا كانت عندك اونيفو ديال اللوجيك ديالك ما بغيتي تبغيشوني حتى شي حاجه، غتقدر تخدم بهاد لا ميثود. قلنا كاينه كواحد اخر ديال واحد الفانكشن اللي ما كتبغيشوني حتى اكسبريشن، غنحيد هادشي كامل. اي غنحيد حتى النمبرز. اوكي اشنو غادي تبغيشوني هادي نورمالمون؟ غادي تبغيشوني undefined. دونك غادي نكري واحد الكونست ريزولت ثاني ونعطيه هاد sub two numbers
sub two numbers. Sorry, نعيط عليها كيف ما قلت لكم ديما ديروا اتونسيون الا ما درناش البرانتيزيس وان قلب على هذا الريزولت وغتشوفوا بانها غتافيشي لي غير الكونتوني ديال سب تو نمبرز باغ كونط باش نعيط عليها خاصني ندير البرانتيزيس هاد الفونكشن ما كتبغيشوني حتى اكسبريشن كنت تشوف واحد هنا غتبغيشوني لي واحد باغ كونط انا ما عطيتها والو دونك هذه كتعتبر فونكشن اللي ما كتبغيشوني حتى شي اكسبريشن اي في هذا الكار الا ما كانت حتى شي اكسبريشن ولا حتى شي فاليو غادي تاخذ باي ديفولت اند ديفاينيد